ذكرت بعض التقارير الاقتصادية العالمية خلال الفترة اللي فاتت ان هناك بعض المخاوف من بعض الممارسات الحمائية اللي بتجريها بعض الدول على وارداتها، زي انها بتفرض بعض الرسوم والجمازيد من الجمارك على الواردات اليها. من وجهة نظرك، ما هي تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي ونمو حركة التجارة من ناحية، ومن ناحية اخرى طبعا تأثيره على الاسواق الناشئة؟ ازاي هنشوف تداعيات هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة؟ فيما يتعلق بالسياسة الحمائية المتبعة حاليا على صعيد ثنائي بين الولايات المتحدة والصين، أما بالنسبة لمعظم البلدان الأخرى فهي مؤيدة للتبادل الحر، ومن هذا المنطلق سيكون تأثير هذه السياسة الحمائية محدود جدا على التجارة العالمية. ويجب الإشارة إلى أن هذا التوتر في العلاقات الثنائية الأمريكية الصينية قد يكون إنذارا بالخطر إذا ما تصاعد، وقد يؤدي إلى تباطؤ التجارة الدولية والنمو العالمي، كما أشارت إلى ذلك منظمة التنمية والتعاون في المجال الاقتصادي التي حذرت من خسارة نحو 0.8 نقطة مئوية على صعيد نمو التجارة الاقتصادي العالمي الذي قد ينحدر دون 3% إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على كل الواردات من الصين. وبالطبع لذلك تأثير كبير على الملاحة بشكل عام في كافة أنحاء العالم، وقد يكون لذلك أيضا تأثير على حركة الترانزيت العابرة بقناة السويس. على أي حال هناك نوع من الخطر. المنطقة العربية والدول الأفريقية على مدار ال10 سنين اللي فاتت مرت بأحداث كثيرة، كانت سواء كانت سياسية أو إرهابية أو حتى عسكرية. من وجهة نظرك، تأثير ده على اقتصادات دول المنطقة شكله عامل إزاي، وتأثيره على وتوقعاتك للفترة المقبلة هتكون ماشية إزاي في هذا الإطار؟ فيما يتعلق بما شهدته المنطقة العربية وبعض الدول الأفريقية مؤخرا من أحداث، لابد من الإشارة إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة هي مسألة قديمة، وقد ازدادت في ظل ما يعرف بالربيع العربي منذ عام 2011، وشهدت المنطقة حروب مثل الحرب في سوريا أو في اليمن، ناهيك عن بؤر النزاع التي تشهدها بلدان أخرى في المنطقة مثل ليبيا والعراق، دون الحديث أيضا عن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، وقد أسفر كل هذا عن أزمة بشرية هامة، بالإضافة إلى الحاجة لإعادة الإعمار مما قد يكون مكلفا جدا، وهذا المناخ غير المستقر لا يشجع على ازدهار الأعمال أو جذب الاستثمارات، وبالأخص الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي تراجع مؤخرا من المنطقة، وهذا بحد ذاته له تأثير إيجابي كبير، فقد شهدت السياحة عودة في تونس ومصر، وهو ما يؤكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار العامل الأمني.